بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات السابقة من سلسلة غاية الحكيم تناولنا محطتين في مسيرة البشرية على هذه الأرض. المحطة الأولى كانت بعنوان العهد مع آدم عليه السلام، والمحطة الثانية كانت بعنوان العهد مع نوح عليه السلام. ولاحظنا بداية الصراع على الملك بين ذريتين أو بين سلالتين، ذرية آدم عليه السلام وذرية إبليس. هذه جاءت عبر أولاد آدم عليه السلام، وهذه جاءت عبر قابيل، ومن ثم بعد الطوفان جاءت من خلال كنعان. في كل مرة كما لاحظنا يقوم الأنبياء أصحاب العهود باتخاذ إجراء مناسب لفصل الذريتين أو تمييز الذريتين عن بعضهما البعض. فمثلا آدم عليه السلام اتخذ وسيلة النفي، فعندما قام قابيل بقتل هابيل آدم عليه السلام بسبب عدم وجود تشريع يعاقب جريمة القتل فإنه قام بنفي قابيل، ولكن بعد ذلك تم الاختلاط وتكاثرت ذرية قابيل أو ذرية إبليس، إلى أن جاء عهد نوح عليه السلام. حاول نوح أن يذكرهم بعهد آدم عليه السلام، ولكن لم تستجيب البشرية، وبالتالي اتخذ الإجراء الثاني وهو الإبادة عبر الطوفان، ومن ثم بدأ عهدا جديدا، العهد الثاني مع نوح وذرية نوح عليه السلام. وبسبب التسلل الذي عرفناه من قبل ذرية إبليس من خلال زوجته نورية، تسللت ذرية إبليس بما يعرف بكنعان. وكإجراء للتمييز بين الذريتين اتخذ نوح عليه السلام إجراء أن يكون كنعان وأبناء كنعان عبيد لأبناء آدم أو أبناء نوح عفوا الآخرين سام ويافث. واستمرت الحياة إلى أن جاء العهد الثالث أو المحطة الثالثة، وهي التي سندخلها عبر الباب الثالث في هذه الحلقة إن شاء الله. عنوان الباب الثالث معرفة العهد الثالث مع إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال الإمام الصادق منه السلام: إن قابيل لما رأى النار قد قبلت قربان هابيل قال له إبليس: إن هابيل كان يعبد تلك النار، فقال قابيل: لا أعبد النار التي عبدها هابيل، ولكن أعبد نارا أخرى وأقرب قربانا لها فتقبل قرباني. فبنى بيوت النار فقرب لها، ولم يكن له علم بربه عز وجل، ولم يرث منه ولده إلا عبادة النيران. هذا دليل على أن آدم عليه السلام لم يعتبر قابيل ابنه، ولم يعلم آدم عليه السلام قابيل شيئا عن الدين، وبالتالي علمه أبوه الحقيقي إبليس وعبر عبادة النار. لعبت النار دورا جوهريا في الأديان السماوية منذ البداية، في قصة آدم والقرابين التي قدمها قابيل وهابيل، واستمرت النار في لعب هذا الدور المهم سواء في الدين الإلهي الحقيقي أو في الأديان الباطلة، لا سيما في اللبس الموجود بين الناس بخصوصه. على سبيل المثال، قال الإمام أحمد الحسن منه السلام بخصوص الديانة الزرادشتية: هذا الدين أسسه النبي زرادشت عليه السلام، وسمى أتباع هذا الدين على اسمه بعد وفاته. لم يكن أتباع زرادشت من عبدة النار، لكن ذرية قابيل من بعده ظنوا أن زرادشت كان من عبدة النار، مثل ما ظن أبوهم قابيل عن آدم عليه السلام. وحرف أبناء إبليس الدين، والتبس الأمر على الناس بخصوص هذه النقطة، حيث يعتقد الكثيرون الآن أن الزرادشتيين هم عبدة نار. كان النبي زرادشت عليه السلام من الأنبياء الذين كانوا على شريعة النبي نوح عليه السلام، ولهذا السبب تلعب النار دورا مهما. كان الناس في زمن النمرود لعنه الله على ما تبقى من دين قابيل، لذلك نجد أن النار تلعب دورا مهما في دين النمرود كذلك، حتى أن النمرود ألقى بإبراهيم في النار كقربان. حاول النمرود أن يجعل إبراهيم يعبد النار، وعندما رفض ألقاه فيها، لكن قربان النمرود لم يتقبل، لم تأكل النار إبراهيم،
كما لم تأكل وتقبل قربان سلف النمرود قابيل لعنة الله عليهما. عبر هذه المقدمة أراد الحكيم أن يبين لنا أولا التسلسل الزماني لمجيء الديانة الزرادشتية، وهي التي جاء بها نبي الله زرادشت، وهو عند الأكثرية من الناس غير معروف أنه نبي، ولكن هنا يبين لنا الإمام عليه السلام صحة نبوته. هذا أولا. ثانيا يبين لنا الظروف المحيطة بدعوة إبراهيم عليه السلام وبدايات انطلاق العهد الثالث مع البشرية. كان نبي الله زرادشت على شريعة نوح عليه السلام، إذا نفهم أن زرادشت أو الفترة الزمنية التي جاء بها زرادشت عليه السلام هي بين نوح وبين إبراهيم عليه السلام. أتباع زرادشت أو بعد رحيل زرادشت دخلت أناس كثيرين في الدين الذي جاء به وفق شريعة نوح عليه السلام، ولكن كما هي العادة يتم تحريف الديانات من قبل أبناء إبليس أو أبناء قابيل لعنهم الله، وبالتالي حرفوا ديانة زرادشت بحيث أنه أصبحوا يعتقدون أنه كان يعبد النار، وبالتالي استمرت هذه العبادة إلى زمن النمرود. النمرود هو ملك بابل، وهو من سلالة كنعان الذي قلنا استؤنفت سلالة إبليس لعنه الله بعد الطوفان من خلاله. إذا نفهم من خلال هذا أنه بعد العهد الثاني أو انعقاد العهد الثاني مع نوح عليه السلام وذريته والذي كان وصيه سام، ومن بعده مجموعة من الأنبياء من ضمنهم زرادشت عليه السلام، تم نقض هذا العهد، وبالتالي كانت الملك أو السلطة قد ذهبت بيد أبناء قابيل ومثالهم النمرود لعنه الله، وبالتالي كان لابد من التدخل الإلهي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وأن ترجع ذرية آدم إلى المرد، وجاء هذا الأمر عبر نبي الله إبراهيم عليه السلام. في إحدى الروايات من التراث اليهودي تقول تم تسليمه أي إبراهيم إلى النمرود، وقال له النمرود اعبد النار، قال له إبراهيم هل أعبد الماء الذي يطفئ النار؟ قال له النمرود اعبد الماء، قال إبراهيم إذا كان الأمر كذلك فهل أعبد السحاب الذي يحمل الماء؟ قال له اعبد السحاب، قال له إذا كان الأمر كذلك أفأعبد الريح التي تبدد السحاب؟ فقال له اعبد الريح، قال له إبراهيم ونعبد الإنسان الذي يقاوم الريح؟ قال له النمرود أنت تكدس الكلمات على الكلمات، لا أنحني إلا للنار فيها أرميك، وليأتي الله الذي تنحني له ويخلصك منها. إذن هذه المحاورة بين النمرود وبين إبراهيم عليه السلام تبين أولا المنطق السليم الذي كان يتخذه إبراهيم عليه السلام، وتبين منطق بالمقابل منطق أبناء إبليس وذرية إبليس، وهو عندما تفحمهم بالجواب يبدأون بالهجوم على الشخص الآخر متخلين عن أي حوار علمي أو منطقي سليم. وبنفس الوقت تشير إلى أن العبادة السائدة في ذلك الوقت كانت هي عبادة النار. كان هاران هو شقيق إبراهيم واقفا هناك قال في نفسه ماذا أفعل؟ إذا انتصر إبراهيم سأقول أنا من أتباع إبراهيم، وإذا انتصر النمرود سأقول أنا من أتباع النمرود. عندما دخل إبراهيم إلى التنور ونجا، يعني إلى النار التي وضعها فيه نمرود لعنه الله، سئل هاران أنت تابع لمن؟ فأجاب لإبراهيم على أساس أنه إبراهيم نجا من النار. ثم أخذوه وألقوا به في الفرن وانفتحت بطنه ومات قبل أبيه تارك. إذن من هنا نستخلص أنه الموقف على الحياد غير مقبول، إما تكون مع الحق وإما تكون مع الباطل. هذا الذي احتار به أخو إبراهيم الذي اسمه هاران، فقال أخذ مع المنتصر، يعني على الحياد إلى أن يتبين المنتصر. كان النمرود من أبناء كنعان، وكان كنعان من نسل قابيل وإبليس لعنهم الله كما بينا في الحلقات السابقة. انتهى العهد الثاني مع الله سبحانه
بسبب محاولة النمرود قتل إبراهيم عليه السلام. العهد الثاني أي عهد؟ والذي جاء به نوح عليه السلام. آخر فعل أنهى هذا العهد بين الله وبين البشرية هو محاولتهم لقتل إبراهيم عليه السلام، فانتهى العهد، نقض العهد تماما. وبالنتيجة أقام الله عهدا ثالثا مع إبراهيم عليه السلام، ثم أنزل الله العقاب على النمرود وقومه. وفي ذلك الزمان كان جميع أهل الأرض يتحدثون بلغة واحدة، إلا أن البابليون تحدوا الله برغبتهم في صنع اسم لأنفسهم يقول رأسه بالسماء، فقاموا ببناء برج عملاق وهو برج بابل. لكن الله أذلهم حيث دمر برج بابل وأهلك النمرود بحشرة صغيرة، وبلبل لسان الناس وفرقهم إلى أقوام وقبائل وشعوب كثيرة مختلفة. هنا دعونا نتوقف قليلا ويتضح الآن ما هو الإجراء الذي قبل أن يتبين ملامح العهد الجديد. قلنا أن نوح عليه السلام عندما حاول أن يقيم العهد الأول أو يذكر الناس بالعهد الأول ولم يستجيب له، فإنه اختار إبادة الناس. الآن إبراهيم عليه السلام وبسبب علمه بأنه الخيار الذي اختاره نوح قد تم توبيخه ومعاتبته عليه، فتعلم من هذا الأمر، وبالتالي لم يختار إبراهيم الإبادة للناس، إنما ذهب لاختيار أمر آخر وهو عقوبة بلبلة الألسن وهدم برج بابل. برج بابل كان رمزا لعظمة وقوة ملك نمرود وبالتالي ملك أبناء إبليس، فتم هدم هذا البرج بقوة إلهية من أجل استهداف كرامتهم وعزتهم وقوتهم. ثم بلبلة الألسن، بلبلة الألسن بمعنى أنه عندما كانت الناس على جميع الأرض في الأرض كلها يتحدثون في لغة واحدة أصبحوا يتحدثون بعدة لغات، كل مجموعة بشرية لها لغة خاصة بها، وبالتالي أصبحت المجموعات البشرية لا تفهم على بعضها البعض، وبالتالي عدم الفهم ينشئ الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى الحروب. وبالتالي كانت هذه العقوبة أن ضرب كما يقال الظالمين بعضهم ببعض، وهذا ما أدى إلى انهيار مملكة نمرود وبالتالي مملكة أبناء إبليس لعنه الله. عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما، فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. قال فمن عظمها في عين إبراهيم؟ قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. إذن عهد الله لا يعقد مع الظالمين. الظالمين من المقصود بهم؟ ذرية إبليس لعنه الله. إذن لا بد أن يميز الظالمين عن أبناء آدم عليه السلام، وهذا ما سنعرفه بعد قليل. في سفر التكوين الإصحاح 17 إشارة، في هذا السفر إشارة إلى العهد الذي عقد مع إبراهيم عليه السلام، سأقرأ السطور الأولى منه، وبالتالي بإمكان المشاهد الكريم مراجعة هذا السفر وقراءة أو الاطلاع على تفاصيل هذا العهد. يقول ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك
في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلهه. أتوقف هنا، وبقية النص كما قلت بإمكان المشاهد الكريم الرجوع له. هنا نستخلص من هذا الأمر عدة نقاط. أولا، أشار هذا النص إلى ما أشار إليه القرآن الكريم وروايات محمد وآل محمد عليهم السلام التي قرأنا نموذج منها عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو ترقية إبراهيم بالدرجات إلى أن أصبح إماما، وبالتالي أصبح مؤهلا لأن يكون صاحب عهد. ثانيا، تغيير اسم إبراهيم من إبرام إلى إبراهيم، وبين السبب بالنص أنه سيكون أبا لأمم، يعني كل الأمم التي جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام ستكون سلالتها أو راجعة إلى إبراهيم عليه السلام، ونقصد هنا الأمم غير الظالمين، أي ذرية آدم عليه السلام. ونحن نعلم تاريخيا أن ولد لإبراهيم إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام، ومن إسحاق ولد يعقوب عليه السلام وتفرع منه 12 اللي هم فيما بعد سميوا بني إسرائيل. أما إسماعيل فقد جاء منه العرب، وبالتالي العهد مع الله سبحانه وتعالى الذي بدأ بإبراهيم كما أشار النص سيكون عهدا أبديا، سواء مع بني إسرائيل أو لاحقا مع العرب، فكلاهما مرجعهم إلى إبراهيم بالسلالة أو بالذرية. ومثلما عقد الله عهدا مع آدم عليه السلام وذريته ومع نوح عليه السلام وذريته، كذلك أقام الله عهدا ثالثا مع إبراهيم عليه السلام وذريته. لكن الله أوضح أن هذا العهد لن يكون إلا مع الصالحين، مع الصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولن يشمل من ينحدرون من ذرية إبليس وقابيل. وقد أعطى الله إبراهيم علامة مميزة لهذا العهد، وكانت هذه العلامة هي الختان. لطالما كان الختان علامة غريبة عجز العلماء عن تفسيرها، لماذا اختار الله هذه العلامة بالتحديد لإبراهيم وذريته وكانت علامة عهد آدم هي الشجرة، وعلامة عهد نوح قوس قزح؟ وعرفنا لماذا كانت هاتين العلامتين عنوانا للعهد أو علامة للعهدين السابقين. أما علامة العهد مع إبراهيم أو العهد الثالث فهي الختان. كما قلنا قبل أن نكمل قراءة أنه الأنبياء عليهم السلام آدم ونوح والآن إبراهيم عندما يأتون بعهد جديد يكون العهد مع مين؟ مع ذرية آدم عليه السلام. ولكن عندما يبدأ هذا العهد تكون الناس مختلطة، يعني ذرية آدم مع ذرية إبليس مختلطان، وبالتالي لا بد من التمييز بينهم. آدم اتخذ إجراء النفي، ولكن بعد مرور السنوات فشل هذا الاختيار من قبل الناس. ثم جاء نوح عليه السلام وأخذ خيار العبودية، أي كتبت العبودية لا يصل إلى الحكم ذرية كنعان، ولكن أيضا مع مرور السنوات وجدنا أنه الناس فشلت بالثبات على هذا الخيار كما فشلت بالخيار الأول مع آدم عليه السلام، وبالتالي وصلوا إلى السلطة ممثلين بالنمرود لعنه الله. الآن جاء العهد الثالث وعلامته الختان كما قلنا، والهدف من الختان هو تمييز الذرية، لأنه أكيد الناس مختلطة. إذن الإجراء أو الخيار الذي اتخذه إبراهيم عليه السلام أو قل العلاج لهذه الحالة، حالة الاختلاط، هي قضية الختان. فالختان يتم في منطقة الجهاز التناسلي للذكر، وهذه المنطقة مغطاة دائما بالملابس. فلمن كانت هذه العلامة؟ كانت هذه العلامة لنساء العهد الإبراهيمي، بنات آدم وذرية آدم عليه السلام، حتى يعرفن من هم أزواجهن قبل السماح لهم بالدخول بهن. هل هم أبناء آدم أم أبناء متخفيين لإبليس؟ وكانت هذه علامة حتى لا ينخدعن بإبليس وأبنائه
مثل من خدعت حواء سابقا. كان العهد الجديد وشرط الختان الخاص به صعب على أهل ذلك الزمان. ممكن الآن من يسمعنا يقول هي علامة سهلة، من السهل تطبيقها سواء من أبناء آدم أو من أبناء إبليس، شيء مألوف، لكن نحن لا نتحدث بمقاييس هذا الزمان وثقافة هذا الزمان، نحن نتحدث عن أهل ذلك الزمان. أولا هذه كانت أول مرة يعرفون هذا الشيء، وثانيا ثقافتهم وحضارتهم لا تتقبل هذا الشيء، وبالتالي عندما يأتي به النبي من الله فإن لا يسمع لأنبياء الله إلا من كان من ذرية آدم عليه السلام. أما ذراري إبليس فإنهم أصلا غير مؤمنين بأن هذا نبي وغير مصدقين بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لن يسمعون كلامه ولن يطبقوا. فكانت هذه العلامة للنساء، النساء هن من يقوم بدور التمييز. فعندما تتزوج من رجل لأجل تعرف أنه هذا من ذرية إبليس أو من ذرية آدم تكون تلاحظ علامة الختان، إن كان مختون يدخل بها فهو من ذرية آدم لأنه استجاب لإبراهيم، إن لم يكن غير مختون فستعلم أنه من ذرية إبليس الذين لم يستجيبوا وبالتالي لن تسمح له بالدخول. من هنا بدأ التمييز، حيث أن إبليس وأولاده لم يكونوا مختونين، وقد بيّن عيسى عليه السلام عيسى النبي هذا الأمر إذ قال في إنجيل برنابة: وإذا امرأة من كنعان خرجت من وطنها في طلب يسوع مع ابنيها، ولما رأته آتيا مع تلاميذه صرخت إليه: يا يسوع ابن داود ارحم ابنتي الصغيرة التي يعذبها الشيطان. فما أجابها يسوع بكلمة واحدة: تجاهلها، لأنها كانت من شعب غير المختونين. فأشفق التلاميذ وقالوا: يا معلم ارحمهم، ها هم يصرخون ويبكون. فأجاب يسوع: أرسلني الله إلى بني إسرائيل لا إلى غيرهم. بني إسرائيل هم من؟ هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وبالتالي من ليس من هذه الذرية سيبين لنا حقيقتهم عيسى عليه السلام. فأجاب يسوع: أرسلني الله إلى بني إسرائيل لا إلى غيره. فجاءت المرأة إلى يسوع مع ابنيها وبكت قائلة: يا ابن داود ارحمني. فأجاب يسوع: لا يحسن أن يؤخذ الخبز من أيدي البنين ويعطى للكلاب. شوف وصفهم بالكلاب. قال يسوع هذا بسبب نجاسته، لأنهم كانوا من شعب غير مختوم. فأجابت المرأة: يا رب الكلاب تأكل الفتات الذي يسقط من مائدة مواليها. فدهش يسوع من كلمات المرأة وقال: عظيم إيمانك أيتها المرأة. ورفع يديه إلى السماء وصلى إلى الله، ثم قال: يا امرأة حررت ابنتك، فاذهبي في سلام. ومضت المرأة، ولما عادت إلى بيتها وجدت صغيرتها تبارك الله. لهذا قالت المرأة: حقا لا إله غير إله إسرائيل. وانضمت كل قرابتها إلى الناموس المكتوب في سفر موسى. في ذلك اليوم سأل التلاميذ يسوع: يا معلم لماذا أجبت هذه المرأة إنهم كلاب؟ فأجاب يسوع: بحق أقول لكم الكلب خير من الإنسان اللامختون. فحزن التلاميذ وقالوا: هذا الكلام قاس، فمن يمكنه أن يفهمه؟ فأجاب يسوع: يا جهال، إذا نظرتم ما يفعله الكلب لكي يرضي سيده مع أن لا فهم له تجدون أني قلت الصواب. فقولوا لي: ألا يحرس الكلب بيت سيده؟ ألا يعرض حياته للصوص؟ أجل، وماذا ينال؟ الضرب الكثير والشتائم وبعض الخبز، وهو دوما يقدم لسيده وجها فرحا، أليس الأمر هكذا؟ فأجاب التلاميذ: نعم هو الصواب يا معلم. فقال يسوع: انظروا الآن، كل ما يهب الله للإنسان وعندئذ ترون كم هو شرير حين لا يحفظ العهد الذي قطعه مع الله مع إبراهيم عبده، وتذكروا ما قال داود لشاول ملك إسرائيل في شأن جليات الفلسطيني. شاول هو الذي نعرفه أو يعرفه المسلمون بأنه طالوت عليه السلام، وأما جليات الفلسطيني فهو جالوت الذي جاء ذكرهما في القرآن.
قال يا سيدي حين كان عبدك يحرس القطعان كان الذئب والدب والأسد تأتي وتأخذ نعجة من عبدك، فكان عبدك يذهب فيقتلها ويستعيد النعاج، والآن من هو هذا الأغلف إلا ما يشبه هذه الحيوانات؟ الأغلف الغير مختون يقصد جالوت. إذن ينطلق عبدك يعني داود باسم الرب إله إسرائيل ويقتل هذا النجس الذي جدف على شعب الله المقدس. فقال التلاميذ قل لنا يا معلم لماذا يجب على الإنسان أن يختن؟ فأجاب يسوع يكفي أن تعرفوا أن الله أمر إبراهيم بهذا. فقال له إبراهيم اختن قلفتك وقلفت كل بيتك، فهذا عهد بيني وبينك إلى الأبد. ولما قال يسوع هذا جلس قرب الجبل المواجهة لصور، فاقترب منه تلاميذه ليسمعوا أقواله. فقال يسوع في الفردوس بعد أن أكل آدم أول إنسان أطغاه الشيطان، بعد أن أكل الطعام الذي منعه الله منه تمرد اللحم على الروح، فأقسم قائلا والله سأقطعك، وبعد أن كسر حجرا أخذ لحمه ليقطعه بالحد، لهذا وبخه الملاك جبرائيل فأجاب أقسمت بالله أن أقطعه ولن أكذب أبدا، يعني يقصد العضو الذكري. فبين له الملاك زائدة اللحم فقطعها، فكما أن كل إنسان يأخذ لحما من لحم آدم كذلك يفرض عليه أن يمارس ما وعد به آدم بقسم. وطبق آدم هذا على أبنائه فانتقلت فريضة الختان من جيل إلى جيل. انتهى النص. أود الإشارة هنا إلى أن هذه الفقرة دليل إضافي على أن الخطيئة الأولى، تتذكروا في الحلقة الأولى في عهد آدم عليه السلام التي ارتكبها آدم، كانت محاولته أن ينكح فاطمة الزهراء عليه السلام التي هي الشجرة. لقد كانت خطيئة الجسد وكانت بالتحديد خطيئة جنسية، لهذا السبب ينتقم آدم هنا من عضوه الذكري ويقطعه بالناحية الحادة من الحجر، لأن الجسد الذي تمرد على الله كان لحم قضيبه. لنكمل الرواية من إنجيل برنابا. وفي أيام إبراهيم انتشر الشرك على الأرض فكان عدد المختونين قليلا، فأوحى الله لإبراهيم حدث الختان وقطع العهد قائلا النفس التي لا تختن لحمها أرذلها من شعبي إلى الأبد. فلما قال يسوع هذا ارتجف التلاميذ من الخوف لأنه تكلم في حدة روحه. حينئذ قال يسوع اترك الخوف لمن لم يختن قلفته لأنه محروم من الجنة. ثم أضاف يسوع عند الكثيرين الروح سريع في خدمة الله ولكن البدن ضعيف، لهذا فعلى الإنسان الذي يخاف الله أن يعتبر ما هو البدن وما هو أصله وما إلى صار إليه. خلق الله البدن من طين الأرض ونفخ فيه نسمة الحياة حين نفخ في الداخل، فلما أعاق البدن خدمة الله وجب عليه أن يحتقر مثل الطين ويداس بالأرجل، لأن الذي يبغض نفسه في هذه الدنيا يحفظها للحياة الأبدية. ما هو البدن الآن؟ تدل عليه رغبته، هو عدو قاسي لكل خير لأنه وحده يرغب في الخطيئة. أيجب على الإنسان إرضاء لعدوه ألا يرضي الله خالقه؟ احكموا أنتم بأنفسكم، فجميع الأولياء والأنبياء كانوا أعداء بدنهم لخدمة الله، لهذا راحوا طوعا وبابتهاج إلى الموت لئلا يتجاوزوا ناموس الله الذي أعطي لموسى عبده ويعبدوا آلهة مزيفة كاذبة. تذكروا إيليا الذي هرب في أماكن الجبل المغفرة لا يأكل إلا العشب ويرتدي جلود الماعز، كم يوم صام، كم تحمل من البرد وكم بلله المطر، وكل هذا خلال السنين السبع التي فيها امتد اضطهاد قاسي من الملكة إيزابيل. وتذكر اليشع الذي كان يأكل خبز الشعير ويلبس اللباس الخشن. الحق أقول لكم فالذين ما خافوا أن يحتقروا بدنهم
خاف منهم الملوك والأمراء. شوف المعادلة. هذا ما يكفي لتحتقروا البدن. أيها الناس، فإذا نظرتم إلى القبور تعرفون ما هو البدن. والآن يتضح لكم لماذا يكون الكلب أفضل من غير المختونين، لأن الكلب أفضل وأطهر من إبليس ونسله. كان العهد الإبراهيمي عهدا مميزا لإبراهيم وذريته بالخصوص أبناء آدم، وأراد الله أن يكون لإبراهيم وأهله دولة خاصة بأرض خاصة بها، بهذه الدولة مثل جنة عدن. وقد وهب الله لإبراهيم وذريته الأرض من النيل إلى الفرات، أي أن الله وهبها لإبراهيم وإسحاق وإسماعيل وأولاد إسرائيل يعقوب من بعدهم عليهم السلام. وقال تعالى: غير أن عهدي أبرمه مع إسحاق، فإسماعيل وذريته مشمولين في العهد، إلا أن شعب الله المختار هم أبناء إسحاق عليه السلام. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل من عند هذه النقطة ذرية إسحاق عليه السلام وذرية إسماعيل، ولماذا إسحاق أو ذرية إسحاق هم شعب الله المختار. فنلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.